اليوم يعود الأسطورة كريستيانو رونالدو من جديد لتدريبات فريقه نادي النصر السعودي بعد انتهاء مهمته الدولية مع منتخب البرتغال. شارك كريستيانو رونالدو مع المنتخب البرتغالي في مباراتين في تصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية. تم اختيار كريستيانو رونالدو في القائمة المثالية خلال أول جولتين من التصفيات المؤهلة بإذن الله لكأس الأمم الأوروبية 2024 اللي هتقام في ألمانيا، بعد أن سجل مع منتخب البرتغال 5 أهداف في مباراتين. سجل كريستيانو رونالدو 2 في مرمى منتخب ليشتنشتاين وسجل 3 أهداف هاتريك في لوكسمبورج. كريستيانو رونالدو قاد المنتخب البرتغالي الأول 6 نقاط في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية، وأصبح بالمشاركتين دول هو أكثر لاعيبة العالم مشاركة في المباريات الدولية عبر التاريخ، وأيضا عزز رقمه كالهداف التاريخي أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف الدولية مع منتخبات بلادهم. بيشارك أيضا في تدريبات النصر بدءا من اليوم بإذن الله الظهير الأيسر الإيفواري جيسلان كونان، بالإضافة لعبد الإله العمري وعبد الله الخيبري وسلطان الغانم لاعيبة المنتخب السعودي بعد انتهاء مهمتهم في فترة التوقف الدولي وانتهاء معسكر المنتخب السعودي اللي خاض وديتين أمام فنزويلا وبوليفيا. انتهت بهزيمة المنتخب السعودي في المباراتين للأسف الشديد بنتيجة 2-1. وهيتم تقييم حالة اللاعب عبد الرحمن غريب المصاب، هيتم تقييم الإصابة بتاعته وتحديد بإذن الله موعد عودته للتدريبات من جديد. لاعب وسط نادي النصر أيمن يحيى شارك في التدريبات منذ الأمس بشكل طبيعي بعد عودته من إصابة طويلة من الاسبوع 11 في المواجهة اللي جمعت ما بين فرقة النصر امام فريق دونك، كان تعرض للاصابة في هذه المباراة وعاد بالامس للمشاركة من جديد في التدريبات. نواف العقيدي حارس المرمى ايضا شارك بشكل طبيعي في التدريبات بعد تعافيه من الاصابة. المدير الفني للنصر جارسيا ركز في التدريبات امس على تحسين اللياقة البدنية للاعبين وختم الحصة التدريبية ببعض التدريبات التكتيكية. النصر بيستعد لمواجهة العدالة يوم الثلاثاء القادم بإذن الله 4-4. النصر طبعا بيحتل المركز الثاني في الدوري السعودي حاليا برصيد 49 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط لغير عن الاتحاد المتصدر. بكرة بإذن الله الهلال في مواجهة الخليج الجولة 16. المباراة طبعا اتأجلت بسبب مشاركة الهلال في كأس العالم للأندية، هتلعب بكرة بإذن الله. نادي الهلال جاهز لهذه المباراة. لاعب الوسط الأرجنتيني لوتشيانو فييتو شارك في التدريبات بعد العودة من الإصابة وهيكون جاهز للمباراة بشكل طبيعي جدا. طبعا عودة لوتشيانو فييتو إضافة قوية جدا لخط وسط والناحية الهجومية لفرقة الهلال، لأن المدير الفني الأرجنتين رامون دياز بيعتمد عليه بشكل كبير جدا، خصوصا في ظل غياب المهاجم المميز سالم الدوسري اللي أعلن نادي الهلال عن غيابه لمدة 10 أيام بسبب الإصابة في مفصل القدم. الهلال بيحتل المركز الرابع برصيد 39 نقطة، لكن الهلال عنده مباراتين مؤجلتين هيلعبهم ان شاء الله في خلال الايام المقبلة. لو استطاع الفوز فيهم هيرفع رصيده من النقاط للنقطة رقم 45 ويحتل بيهم المركز الثالث في جدول الدوري السعودي. الثلاثة 4-4 الاتحاد المتصدر في مواجهة دنك. الاتحاد اللي بيتصدر جدول الدوري السعودي برصيد 50 نقطة بيسعى لمواصلة الانتصارات وبيسعى لاستعادة لاعبيه المصابين في أسرع فرصة علشان يكملوا الموسم مع الاتحاد اللي بيسعى فيه للحصول على لقب الدوري السعودي. سويلم المنهالي المدافع اللي كان أصيب بالرباط الصليبي تقريبا بينهي فترة التأهيل بتاعته وهيكون جاهز بعد أيام قليلة لبرنامج التقوية البدنية الخاص به استعدادا لدخوله لتدريبات الفريق بشكل طبيعي بإذن الله. نور الدين البحار بيواصل تدريباته البدنية عشان يعود ويكون جاهز أيضا بإذن الله لدعم كتيبة الاتحاد. البحار بيعاني من إصابة في الركبة وفي أمال كبيرة جدا عند مسؤولي الاتحاد إن هو يكون جاهز قبل نهاية هذا الموسم. إنما من المنتظر أن يشارك البرازيلي رومارينو في تدريبات الفريق بشكل طبيعي في الفترة القادمة بإذن الله. الاتحاد بيحتل صدارة الدوري السعودي برصيد 50 نقطة، كانت آخر مبارياته قبل فترة التوقف الدولي هي الفوز على فريق الفتح بنتيجة 5-1. وفيما يتعلق بالقضايا المرفوعة على نادي الاتحاد في فيفا وكاس المحكمة الرياضية الدولية، المحكمة الرياضية الدولية أصدرت قرار بمنع نادي الاتحاد جدة من تسجيل اللاعبين خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
يأتي ذلك بعدما قضت المحكمة بسداد اتحاد جدة 40 مليون ريال فضلا عن 166 ألف ريال فوائد شهرية لصالح اللاعب ألكسندر بيرجوفيتش. الإيقاف ده مؤقت، في حالة دفع نادي الاتحاد للمستحقات بتاعة اللاعب هيتم رفع قرار المنع بالتسجيل، يعني القرار مرهون بسداد مستحقات بيرجوفيتش كاملة. غرفة المنازعات في الاتحاد الدولي فيفا قد قضت بتغريم نادي اتحاد جدة 42 مليون ريال فضلا عن 175 ألف ريال غرامات شهرية بسبب فسخ عقد اللاعب بطريقة غير قانونية. نادي اتحاد جدة لجأ لمحكمة كاس اللي قررت تخفيض العقوبة ل 40 مليون ريال و 166 ألف ريال في قرار نهائي واجب التنفيذ. فيفا أيضا قرر إسقاط عقوبتين منع تسجيل ضد اتحاد جدة في قضيتين، وخلال أيام بإذن الله هيرفع 3 عقوبات منع تسجيل ضد النادي في قضايا أخرى. وبالقرار الأخير بتاع اللاعب بيرجوفيتش أصبح عدد القضايا ضد اتحاد جدة 0 أمام فيفا. يوم الجمعة 7/4 بإذن الله مواجهة من العيار الثقيل، الشباب في مواجهة الهلال. الشباب بيحتل المركز الثالث برصيد 44 نقطة. تقارير صحفية أشارت لجاهزية لاعب نادي الشباب هتام بهبري لهذه المواجهة بإذن الله، وده بعد تعافيه من الإصابة اللي كان أصيب بها الفترة الماضية وأبعدته عن المشاركة مع فريقه بشكل أساسي. الاتحاد السعودي لكرة القدم بيؤكد انه مش مستعجل في اختيار البديل اللي هيقود المنتخب السعودي في الفترة المقبلة بإذن الله، خلفا للمدير الفني الفرنسي هيرفي رينار اللي تقدم بطلب للاتحاد السعودي لكرة القدم لقطع التعاقد بتاعه مع الاتحاد السعودي. هيرفي رينار تعاقد بالفعل مع منتخب سيدات فرنسا ليقودهم في الفترة المقبلة. الاتحاد السعودي بيقول ان احنا مش قلقانين خالص، لسه قدامنا وقت وهناخد كل راحتنا علشان نتعاقد مع مدير فني متميز يليق بالمستوى اللي وصلت ليه الكرة السعودية والمستوى اللي ايضا مسؤول الكرة السعودية بيسعوا للوصول اليه في الفترة المقبلة. الشائعات بتربط الاتحاد السعودي لكرة القدم بمفاوضات مع المدير الفني التاريخي لريال مدريد اسطورة الكرة الفرنسية وايقونة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان. ايضا هناك يقال مفاوضات مع المدير الفني الايطالي الكبير مانشيني. كل دي شائعات، لكن زي ما بقول لكم الاتحاد السعودي لكرة القدم بيقول احنا مش مستعجلين، هنجيب قريبا جدا مدير فني، بس الاهم انه يكون مدير فني مميز يليق بالمرحلة المقبلة ومتطلباتها بإذن الله. لو اول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو، ادعمنا وصدقني هتكون دايما اول واحد يوصله كل اخبار الكرة. رمضان كريم على الجميع، اشوفكم على خير بإذن الله. شكرا ليكم والسلام عليكم.